ننتقل بك إلى كوش نيوز، وفيها نقرأ: وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب في مطار الخرطوم، ورحلة غير عادية وسط أنباء عن محادثات تطبيع إسرائيلية سودانية محتملة. وكشفت أجهزة رصد الطيران العالمية وفق صحيفة السوداني أن الطائرة مستأجرة من مالطا أقلعت مباشرة من مطار الخرطوم، أو عفوا من مطار بن غوريون العاصمة الخرطوم، وغادرت قبل قليل. يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا الأمر، إذ كانت الرحلة الأولى مخصصة لإجلاء الرحلة أو الراحلة نجوى قد حدم، وكانت تحمل طاقما طبيا لمحاولة إنقاذها ونقلها إلى تل أبيب، إلا أن حالتها كانت متأخرة وانتقلت من بعدها إلى الرفيق الأعلى عليها الرحمة. يعني هل تتوقع حدوث اختراق في الجانب ملف التطبيع؟ منذ الأمس تضج المواقع الإخبارية بوصول طائرة إسرائيل الخرطوم. ما صحة هذا الخبر إذا ما أحدث اختراقا في هذا المجال أو الملف؟ عدد من الصحف الإسرائيلية والمواقع أوردت الخبر اليوم، لم يصدر عن الحكومة حتى الآن أي حديث عن وصول هذه الطائرة، لم يصدر أي حديث رسمي. هناك بعض المصادر الرسمية فضلت عدم ذكر اسمها، صرحت لصحيفة العربي عن أن الاجتماع تم بالأمس ما بين المسؤولين الحكوميين السودانيين وما بين وفد أمريكي إسرائيلي، استكمالا لاجتماعات أبوظبي اللي كانت قبل بضعة أسابيع. يبدو أن الخبر صحيح، في انتظار الحكومة أن تصدر بيان، في انتظار أن تتعامل بشفافية في هذا الأمر. لماذا لم تصدر بيان ولم تتعامل بشفافية؟ يعني منذ الحديث عن هذا الملف، الحكومة السودانية التنفيذية أو على مستوياتها المختلفة لا تتحدث عن هذا الجانب نهائيا، وربما الذي تحدث في مؤتمر صحفي النطق السابق باسم وزارة الخارجية تم إقالته. نعم، الحكومة السودانية الوضع عندها معقد، الحاضنة السياسية التي توفر لها الإمكانيات بتاعت تشكيل الحكومة نفسها، شكلت الحكومة، فيها أصوات رافضة لأي تغارب من هذا الأمر، أصوات أيديولوجية. مسألة الحوار، من تقصد يعني بالأيديولوجية؟ الأحزاب التي ذات فكر محمول من على الحدود، يعني الفكر غادم من خارج السودان، أحزاب مرتبطة بدول عربية أخرى وليست سودانية تماما، هذه الأحزاب صوتها عالي وترفض هذا لأنه بيهدد مشروعية هذه الأحزاب، يعني هي فكرتها غايمة على العروبة وعلى القومية وعلى غيره. فالحكومة كانت بتواجه، يعني بعد لغاء الفريق أول برهان برئيس الوزراء الإسرائيلي في عين تبي، اجتمعت الحرية والتغيير وذهبت لرئيس الوزراء وأعلنت اعتراضها على هذه الخطوة. بالتالي الوضع بتاع الحكومة معقد. أيضا هذه المفاوضات في كل المراحل سواء مع السودان أو دول أخرى تتسم بالسرية التامة، وجود أجهزة المخابرات، وجود القوات المسلحة، وجود الأجهزة المعنية، هو المعني بالأمر في الترتيبات دائما، بالتالي تتسم بالسرية. طيب يعني هل تتوقع حدوث اختراق في هذا المجال؟ على حسب ما رصدنا في المواقع المختلفة، ربما يحدث اختراق في هذا الأمر في فترة لا تفوت 10 أيام. هناك حديث أنه قبل 3 نوفمبر، وهناك حديث أيضا عن اتصال عبر الفيديو كونفرنس بين رؤساء الثلاثة، الرئيس الأمريكي والرئيس السوداني ورئيس ترامب والبرهان ونتنياهو. نعم، ما مدى صحة هذا الخبر؟ حتى الآن أحاديث لم نجد لها سند، حتى الآن هي أحاديث نستغيها من خارج الحدود سواء من الولايات المتحدة الأمريكية سواء من إسرائيل. نحتاج إلى بعض الشفافية في إدارة أمر علاقات السودان الخارجية، لا خوف من أننا نتخذ إجراءات تمثل شفافية تجعل السودانيين يعرفون ما يدور خلف الأكمة.